العنب المجفف او فوائد الزبيب بصوره عامه. طبعا بعده فوائد، اول شيء راح نتخلص من مرض السرطان لا سمح الله، وايضا الوقايه من فقر الدم. هناك عده فوائد للزبيب، خلينا نشوفه بهذا الروبورتاج وبعدين نرجع نتكلم اكثر عن الموضوع. فوائد كثيرة لا تعرفها عن الزبيب في الوقاية من السرطان وفقر الدم. الزبيب يعد أحد الفواكه المجففة التي يتم الحصول عليها من العنب بعد تجفيفه، وللزبيب العديد من الفوائد الصحية للجسم، منها منع الإمساك وعلاج فقر الدم، كما إنه يستخدم أيضاً لزيادة الوزن بطريقة صحية، فضلاً عن تأثيره الإيجابي على صحة العينين والأسنان.